ونيوزيلندا عفوا. الأخبار اللي معانا تانية، لوائح بطولة كأس عاصمة مصر. اخترت اللجنة المنظمة لبطولة كأس عاصمة مصر الفرق المشاركة على لوائح المباريات التي تنطلق اليوم وتستمر حتى 26 مارس الجاري بمشاركة 4 منتخبات، هي مصر وكرواتيا وتونس ونيوزيلندا. وسيحتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح مباشرة حال التعادل في المباراة، كما سيكون من حق كل منتخب إجراء 6 تغييرات في كل لقاء. خلوني بقى أسألكم أكيد في الأول، أنتوا متوقعين إيه؟ يعني إحنا طبعا مش بنتفرج على الماتش دلوقتي لأن إحنا هوا، بس أنتوا قولوا لي متوقعين الماتش يمشي إزاي؟ هو يعني أكيد التوقعات ممكن حتى لو كانت مختلفة في الأول، بس دلوقتي ممكن تاخد بعد تاني بعد ما يعني حققنا أو سجلنا هدف الأول، دلوقتي يتحقق من أو تسجل من ثواني من مصطفى محمد من خلال ضربة جزاء. بصي أنا عن نفسي سيبك من التوقعات، أنا كل الموجود عندي أمنيات مش توقعات، بتمنى كل الخير وبتمنى إن احنا نشوف منتخبنا زي ما كنا بنتكلم من شوية أنا ومريم، نرجع نشوفه على اللي كنا بنشوفه عليه زمان واللي كان مرضي جدا لجمهور مصر واللي كان يليق بتيشيرت منتخب مصر، ده اللي انا بتمناه يعني. دي حقيقة يا منة. خلينا نقول لك ان احنا كنا لسه بنتكلم في الموضوع ده، فكرة الدعم الكبير قوي من الجماهير المصرية خلف القيادة الفنية الجديدة، كنا بنطالب مرارا وتكرارا بوجود قيادة فنية وطنية ومصرية، وده اللي حصل، اتحقق فعلا، حققنا امال الجماهير او القائمين على الكرة المصرية والمنتخب المصري حققت امال الجماهير. ف الفكره فعلا ان احنا مستنيين كتير جدا من القياده الفنيه الجديده، طبعا بقياده كابتن حسام حسن وابراهيم حسن، ولكن الحقيقه زي ما احنا دايما بنقول ان الجماهير لازم يكون عندها وقت، ما تستعجلش في الحكم على التجربه لان التجربه لسه قدامها كتير جدا. اي نعم ده اكيد ماتش مهم، ولكن هو ماتش ودي، خلينا نقول ان هو جس نبض ما بين الجمهور المصري وما بين القياده الفنيه الجديده، فعايزين نقول للجمهور والناشد الجمهور انه ما يستعجلوش، وفي نفس الوقت القياده الفنيه الجديده بقياده طبعا كابتن حسام وابراهيم يستغلوا فكره الدعم اللي موجود خلفهم من الجماهير المصريه، لان هم الحقيقه مش هيلاقوا الدعم ده زي ما حصل خلال السنوات اللي فاتت، ده اكبر دعم يمكن حصل عليه اي قياده فنيه جديده في للمنتخب المصري. اكيد انا اكيد باكد وبضيف على كلامكم، اكيد بنتمنى كل التوفيق النهارده لمنتخبنا الوطني في البطوله كمان كلها مش النهارده بس. خلونا نكمل اخبارنا النهارده.